هذا الفيديو برعاية مسلسل عائلة أبو كورة، تجدون الرابط في الوصف وفي أول تعليق. هلا والله شباب، وفيديو جديد. اليوم رح نتكلم عن مباراة مصر والبرازيل والأربع عوامل اللي بتدعم الفراعنة في أولمبياد طوكيو. يطمح منتخب مصر للذهاب بعيدا في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 على صعيد منافسات كرة القدم للرجال. بيلتقي الفراعنة بالمنتخب البرازيلي صباح يوم السبت على ملعب ساياتاما ضمن مباراة الدوري الربع نهائي لأولمبياد طوكيو. ورغم أن أغلب الترشيحات تصب في صالح نجوم السامبا، إلا أن هناك بعض العوامل التي ربما تدعم المصريين خلال المباراة المرتقبة. منتخب مصر الأولمبي استعان بثلاث لاعبين من الكبار، هم الحارس محمد الشناوي من الأهلي، وثنائي الدفاع محمود حمدي الونش من الزمالك، وأحمد حجازي من اتحاد جدة. ويمثل الثلاث المذكور الركيزة الأساسية في تشكيلة مصر بالأولمبياد، وبدت حالة الانسجام واضحة جدا فيما بينهم على مدار دور المجموعات. ولم تهتز شباك منتخب مصر سوى مرة واحدة حتى الآن خلال الخسارة بصعوبة 1-0 من الأرجنتين في الجولة الثانية. بطبيعة الحال تقام كافة منافسات طوكيو خلف أبواب مغلقة دون حضور الجماهير، وهي نقطة قد تصب في صالح لاعبي مصر ضد نجوم السامبا. ويتميز الجمهور البرازيلي بالتنقل لمسافات طويلة خلف منتخب بلاده، لكنه سيحرم من دعم أنصاره خلال المباراة المرتقبة وحتى نهاية مشواره في العاصمة اليابانية. كذلك اعتاد لاعبو منتخب مصر على خوض مبارياتهم دون حضور جماهيري في الدوري المحلي خلال السنوات الماضية وحتى قبل أزمة فيروس كورونا. بما أن الترشيحات تصب في صالح البرازيل، فإن الضغوط ستكون أقل بالتأكيد على لاعبي المنتخب المصري. تلك الميزة ستمنح نجوم الفراعنة بقيادة الشناوي وحجازي والونش مع رمضان صبحي وأكرم توفيق فرصة خوض المباراة بأريحية كبيرة أمام المرشح الأبرز للفوز بالميدالية الذهبية هذا العام. في نهاية المقطع، إن أعجبكم أتمنى أنكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. سلام.